اهلا وسهلا مشاهدينا ومشاهدي جميع الاخوان مباشره في الحلقه البيضاء على احد القلب الراسي على اسامه الجبالي. اليوم كانت المسابقه على النظام الاساسي للساكنه المحليه في الحلقه البيضاء. المطلبات ديالكم الاولى هو فتح تحقيق الغاء امتحان او اعاده امتحان. سي اسامه بغينا نعرفوا قبل الإجابة على سؤالك أخي الكريم، أو يعني بداية أريد أن أنبه إلى كلمة قلتها، أنني واحد من الراسبين، ولكني لا أنا ولا الطلبة الآخرين الذين نناضل اليوم لنيل مطالبنا المشروعة، نحن لسنا راسبين بل مرسبين. نحن رسبنا ولم نرسب، لأن الترسيب كان بداية بالكيفية التي امتحان إقصائية وضع كي لا تنجح فيه. الامتحان وضع كي لا تنجح فيه، ونحن للأسف قبلنا بالامتحان بشروطه المجحفة، كونها أمر واقع لا نملك تغييره. وعلى هذا الأساس خضنا الامتحان، وللأسف من لم يحترم الشروط المجحفة للامتحان هي وزارة العدل في شخص ممثلها القانوني السيد عبد اللطيف وهبي. السيد عبد اللطيف وهبي أول من خرق القرار الذي بموجبه نظم الامتحان، خرق المادة السادسة التي تقضي وتوجب كي كمعيار للنجاح في الامتحانين الكتابيين توجب الحصول على 80 نقطة من أصل 160 نقطة، توجب الحصول على 80 نقطة. هذا المعيار أول من خرقه هذه المادة السادسة هو السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعلى لسانه وباعترافه حسب ما جاء في تصريحاته أمام مختلف المنابر الإعلامية. بالإضافة لذلك تم خرق المادة الثانية من القرار الإداري المنظم بموجبه الامتحان. هذه المادة الثانية هي اللي كتحدد المواد التي سنمتحن فيها. هذه المواد إذا سمحت لي أن أذكرها لك، هي المادة الإدارية ومسطرتين الجنائية والمدنية وقانون الالتزامات والعقود ومجموعة القانون الجنائي. هذو هما المواد، يعني ست مواد هما اللي عندنا يفترض أن تكون موضوع الامتحان. المادة الامتحان فوجئنا بأنه في الامتحان الكتابي وجهنا بمواد لم تكن ضمن الامتحان على الإطلاق ضمن التوصيف. أول من خرق التوصيف هو من نظمه من الأساس. يعني على سبيل المثال القانون 12.02 المتعلق بالمسؤولية بالتعويض عن 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 الضرر النووي، أنا على المستوى الشخصي أول مرة سمع عندنا قانون متعلق بالتعويض عن الضرر النووي. القانون 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، هذا قانون اللي تم التخصيص ديالو أو الرصد ديالو الاختبار الشفوي، فإذا بنا نفاجأ أنه عندنا في الاختبار الكتابي. الظهير الشريف بمثابة قانون 74.338 بمثابة قانون التنظيم القضائي هو أحد مكونات الامتحان الشفوي، فإذا بنا نفاجأ أنه من ضمن الامتحان الكتابي. بالرجوع للسؤال ديالك أخي الكريم، إذا كان من ممكن أنك تعيده. السيد الوزير أراد أن يرفع من شأن ابنه، فإذا به يرتكب أكبر خطأ في حق ابنه.
إذ هو بنفسه من حطم القدره. فلو أنه تفاخر كون ابنه خريج جامعة مغربية، خريج جامعة مغربية متفوق متابر في دروسه، نجح كما فعل باقي الطلبة من 2000، يعني لاحترمته أكثر. ولكنه ضرب في الجامعة المغربية التي هو بنفسه أحد الخريجين ديالها، وأكبر نموذج على نجاح الجامعة المغربية، أكبر نموذج على يعني في المصاف صاحب الجلالة طبعا، ولكن أكبر نموذج يعني حي يعني فيما يتعلق بالموضوع ديالنا هو السيد الوزير. أنت خريج جامعة مغربية، والجامعة المغربية هي اللي جعلتك توصل حتى الوزارة، يعني دخلتي عملتي في المحاماة ومارستي الحق ديالك في الممارسة السياسية، وصلتي لأنك تبوأ حقيبة وزارية. إذن فكيف تطعن في الجامعة المغربية وأنت أحد الخريجين ديالها؟ يعني أنت السيد الوزير، للأسف أنت من ضربت في الجامعة المغربية ولم تحترم خصوصية الجامعة المغربية، ولم تتخذ القدوة من صاحب الجلالة. صاحب الجلالة هو أول من احترم الجامعة المغربية، وكنعرفوا أن الأمراء ديالنا يعني كاملين كيدرسوا في المغرب في الجامعات المغربية، كيحترموا القوانين المغربية. يعني كيف أنت كيف تخرق القوانين المغربية وتضرب بالتعليم المغربي؟ والتعليم المغربي يعني مشهود له بالكفاءة، يعني مش مجرد مجاز، يعني عندنا أعلام اللي شرفات المغرب في المحافل الدولية، يعني صراحة تدل على 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 مستواهم التعليمي. رسالتي الأخيرة السيد عبد اللطيف وهبي، الذكاء هو أن تعرف أو تحسن وقت التراجع، متى تتراجع. سيدي الوزير أنت أخطأت، أيا كان هدفك فأنت أخطأت، ومن المشرف أو الملمع لما تبقى من صورتك إن تتراجع وتقر بالحقيقة التي لا تشوبها شائبة، واللي هي مجموعة من الاختلالات اعترت الامتحان، وتقوم بموجب هذه الاختلالات بإلغاء الامتحان، ربما هذا يجب لك بعضا مما تفشى للملأ. شكرا.